إيه صح، أنا وفريد ما تزوجنا بس كان ممكن الأمور تكون أحسن، يعني على القليلة لو حافظنا على صداقتنا ما كنا وصلنا لهون. ليكي أختي، أنت بتعرفي إنه بعرف منيح إنه الحق علي مو على فريد، ما هيك؟ إيه، وقت تطورت علاقتك بركان بسرعة والكل توقع إنه هالتصرف هو مجرد ردة فعل. عن جد توقعتوا تكون ردة فعل لأنه ديما ما بيصير تحب واحد غير فريد، صح؟ ولا توقعتوا هالشي لأنه راكان مانو منيح وما توقعتوا حبه، ولا الاثنين مع بعض؟ ليك عزيز، انتو ما بتحبوا انه يكون لكم منافسين بالسوق ابدا. بدي اشرب قهوة، بتحبي تشربي معي؟ وياريت ما نحكي بالماضي لأنه شي وراح. عزيز، انا من حقي اشوف بدر لأني انا بكون عمته. ماشي، يعني المفروض اتعرف عليه وكون قريبة منه، وخاصة بهي الظروف. انت بتعرف انا وامير ما قضينا وقت كتير مع بعض، طول الوقت مشاكل، وهلأ انا خسرته على طول. لهيك حابة اشوف ابنه لحتى اعوض شوي. خليني بالاول شوف فريد. كيف؟ ليش؟ شو علاقة فريد بالموضوع؟ شو هذا عزيز؟ كأنه أنت عم تقول إنه لازم آخذ إذن فريد لحتى أشوف ابن أخي. لا مو هيك، خليني آخذ رأيه بالموضوع، هذا اللي كنت بوصده، لأنه من يوم الحادث وبدر عنده. فريد ما إله علاقة بهالقصة وما رح أسمح له يتدخل. عزيز أنا بكون أختك، يا ريت تفهمني، وما رح خلي عيد اللي عملوا فيني أيام زمان. برأيي الظرف مو مناسب لنفتح دفاتر الماضي لنعرف عمين الحق، لأنه ما رح نطلع بنتيجة بنوب ديما. وضع بدر هالفترة مو مستقر، عم يمر بمرحلة صعبة كتير عليه، والوقت ما أنه مناسب لحتى تشوفي. فهمتي علي؟ منيح كتير. ما أهلين عزيز. مرحبا ديما، اليوم بدر رح يجي لعندي. شو رأيك تجي أنت كمان؟ وهيك بيكون لقاءكم الأول عندي. إيه أكيد طبعاً رح أجي. يلا بشوفك. لحظة شوي، شايف ضحك وشي؟ خير إن شاء الله. حذر شو رح يصير اليوم. شو رح يصير؟ وأخيراً أنا رح شوف بدر. شو هالخبر الحلو حبيبتي؟ طبعاً روحي، هذا ابن أخوكي. وكمان هو لازم يشوفك ولازم يتعرف عليك وتتعرفي عليه. ليكي ديما ركزي معي، لما بنرفع قضية الوصاية على فريد وكان حابك هذا بدر بنصير أقوى، عم تفهمي؟ طبعاً عم بفهم. يلا بلا ما أتأخر على الاجتماع، يلا بتصل فيكي. ماشي.